lacagta noo qiimay bal inaan bixin arba laakiin saaxib su'aal aan ku weydiiyo dumaash wajigeed ilmo wanaagsaneen waxaas ma jiraan xaafadan uga hadli karnaa wixii jiray ord kafeega soo qaado anigana lacagtan ayaan sii bixinaa lacagtii shaqadigana a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim alhamdulillahi alladhi anzala 'ala 'abdihi alkitaaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يعلمون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وريام حسو بيا أذيك هاي ها أب ما حسمه يعني ما هو حاسو بس أنا ما حاها يعني معيارو يا مس ما حسمه يا أرتا أب أنا ما كفيرنا واسكسو قال ماشي أنا فرست ما هو أركيني نه القرآن ما أقرأه يعني أنا بعد القرآن أنا أقرأه موسيقى ما هو هذه وحس بسم الله الرحمن الرحيم ما هو أرتا المهان ما هو أرتا يا أب سوري يا كده ما أنا هذا سوري إيران مرك واحد سميسي وأبو كسيسي على مركزته هرت السان مو بكو ذي جوجينا ماشان سامح هذا حلقة إلى حلقة إلى سحقها مغلال حلقة إلى وحول قبرتان إيه سميس أذيك وحق ويا يا شوي أنت مكالمة مع كالي ما أنت يوم الجمعة ويوم الفرح وقرأ قرآن وآخر ساعة إذا موزك يوح ويا را إريد سوق شيء قرآن كآخر ساعة حتى هالمرة جوجي يا هو رال نقدا يعني ما أركين المهنة رال نقدا أول ما هيا وحاسودن ادي وها او يايش ما ما روح مي لعبه وحاسد والله يا ابو والله بالله يا ابو ادي حاجه انا حاجه انا امس ويل قلت لها جو قذافي اجي فوق شبنا قدي قايل انا قداي بعدين ها قايل حبيبي مرتيها جو قذافي شيخ احمد جرميه قذافي ها قذافي اجي فها هاي قذافي نفتر كيس وسي محاوه خذ بما اذن معك خذ من حالك ايوه ما كاين واجي فيها رال لقى حاجة كاك عدي رال لها هذا أنا رال لها هذا أنا بنيقول نعدي قبرت أنا أوجد إن واحد أويا يشوى أنا القرآن أخري هايو يا أنا موزك إذا نيك أنا القرآن كي حتى ماركي اسمه أوجد يا سيف كده علي خذافي أو شل الله سفر كسود دي خطبة أو كعوايسة هاي بس هال نقو رال إذا ما إنت بتوت رال إذا رال إذا ما إنت بتوت ترت إيه نصبة إيه نافرت نصبة إيه نافيا خايف يصير كعنة يا خايف إيه نافيا يصير كعنة هدوية بيشاهي هدوية مرتين لا خطبة لا يعبت لا وكاوسين يا شاهي كل اللي قوي حكوك ور أنا بحد أنا قوي أنا أبو كلال إهبا هاي ما دعس ما تقول هال نقو كلال لما ربي داف يا اخي بيه لا يكم بس بيه لا يكم اي ديار وامس آه بيه اقبو بيه قبو لا يكم بسم الله الرحمن الرحيم ووري ابي سان وانا ولي اسمه بدلا قال لي انك قلت انها بحق هاي 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 حين فنين انت وسعتها انت وسعتها يا فنين فديس او فديس فديس او فديس ما ابو خلق لي ما بحوا فديس 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 قدافي هاي هذا مكوشة جنا كل كيسو كجرا قذافي ملكست أو جوجو
هودا إنا أوقات مرة بعاني أديك كاربا إنا أوقاتي ما كسته إنا أدي أوقاتي دواء ها لكن أبا ها أبا لكن سبب تعيير تمانه يا وركاس هو تدنا أنا إلى أنا رال نخاب أنا إلى ساسن كاربا وركاس أي جلا يعني ساسن كاربا أنا هاي وإلالنا هاد ما بيحكر يا أبا ها ها واسك بيحكرتا لكن بلنته المامي يا هاي بلنته اسكو جينا المامي مرك والله بالله قبرتان مستقبل كذا وحال الربع حاجي يا هبي عب الله حالك قلنا نعي وهلا هذا خفا أكون قايل سوى سكرا ما قايل يا سام ما قبرت إذا قبرت إذا كذا لا يا بعد ما وعرفت هذا قرآن صارفت هذا ساس ما قبرت إذا وأني قبرت إذا الله هذا لا خدافي نيك أقدر واتربع يا قدافي سير قدوا يا سام هنا لا سعدت وركي سدن اسفهمان dad walaalo way adeera oo ay wiilkaas passport mareekano haysta gabarteeda mustaqbalkeeda ila america inuu ii geeyaa raba inay isfahmaan misko kale oo jeeb tarikh inay ii keenta artaade ya oo wax haysan saas arfta maano ganacsi ga wadankaano dhan number 1 orange company suuqinta number 1 orange company sidoo kale tan dulimaadiyada iyo soo dagista dalka number 1 orange company intaas ba waan ahayn maxaa sababay isbeddelka maalmaha jiro ma fahminaani ha iloobin walaal adiga markaas sidaan ma ahayn saabirkan markaas adiga qalbiga ayaa ka shaqey jirtay دماشينا قرب كاغا اي استاك سبيل اوه نجيبنا والله الحفيز كبي ارتا يوفر ياها مركو هري بقول كي وتدواتن قنع ستة دوضكان waxay kalsooni ku qabeen shirkadeena laakiin ha kamaya sababtoo ah mid wali wa ganacsatada kamida wuxuu noweydiinayaa su'aalo hadana aan loo helin jawaab maxaa kamida su'aalahaas marka hore positionkan anay hadda aan joogo waxa joogti gabar taas oo ku soo xirtay shirkada boqolkiiba gumta dadka kuna imaadeen kalsooni ayadu ku qabeen maadaama anay aan ku cusbahay taas ayaa waxay keentay kalsoonidii in ayada xaggeeda wali jirto haddii dadaal la sameeyaan isbeddel uu iimaanaya okay walaal wuxuu ka hadlayaa dumaashi magaceedu waa Siham Siham ugu waa koobkan aan u jeedno waxa ku jira shaah shaayga mamlakada qaar qasab maahan inuu sokor yeesho ayada loo fiirinayo qofka caafimaadkiisa taas intaas aan kaga gudubno Najib adiga waxaan kugu dooranay aqoontaada iyo aftahanimadaada kambanigeenana waxaad u tahay xubin muhiim ah cid walba booskan hore u fadhiisay muhiimadeena maahan ee muhiimadeeda aniga waxay tahay in marna hoos u dhac uusan imaanin waxaan ka doonayaa qof walba ay isku daya inuu anaga horumarkeena lid ku noqdo inaad isla bartaas go'aan uga gaartaan anigana muhiimadeeda waxay tahay ganacsigeenna iyo familkeena sumcadooduba inaysan marna hoos u dhicin taas ay iloobinaa ii kaadi waayhe ii kaadi anaa ku soo waca wariyaa ilaahay yaqaan walaalay hadii shirkada rahan ay shaqo ku soo bandhigtay sababta aad u diidan ma ogaan karaa mise waxaad doonaysaa inaad sidaan aad u murugsanaato ama waxaad moodaa in sidaan leey lagu abuuro inaad u noolaato war aniga walaasha ka weynayaan ahay ii sheeg sababta aad ku diidan shaqadan hadal yaa ka walaasha isku day in ay fahanto inta aan meeshaas tagin kor waxaan rabin inaan shaqadaas qabto bar samaxan mar
markii dambe oo baad ragay inuu ganacsi kala dhaxay family career shariif aniga ma awoodo inaan ka soo riyo company gan orange sida dartid ayaan shaqadaas u diiday hadaan gartay maashay wax ki jiraa ilaa hadda jirjilay ayaa igu daamiya war maxaa ka qosay qoyskaasi cidda wax kala dhaxeeya war haday dad abaal lahiin horey ayaad farxadooda dartooda wax walba ugu soo sameysay wax badan naftaada dartooda ayaad u ilowday okay dadnimo iyo jacayl iyo wanaag aad horey ugu weedmiyaad hadda ka rajaynaysaa doqoy aan damir talheen ninkaas xunka waa bilaa awaal oo nacas oo si xun ku soo xumeeyey war ninkaas wax caado ka mudnaa ayuu kugu sameeyey bes abaayo ninka aad ka hadlaysa aniga maba ka hadlaayo waxaan ka hadlayaa dhammaan qoyskaas oo idil kaal aniga dhammaan dadkaas dhan waxay iga galabsadeen maxaase ka tabanayaa ii sheeg farxaan weligiis magacaygii kuma wicin abaayo ii dhahaa wuxuuna ii ixtiraamaa sida walaashiisa ka weyn oo kale abti suleemaan wuxuu ii jeclaa sida gabadhiisa oo kale wax walba oo abaahdana fadhigaygu iigu keeni jiray taasi waxaaba ka sii daran saaxiibteyda felis mar walba indhahayga ayay ilmada ka ilaalin jirtay weli waxay ii ixtiraami jirtay sida walaasheed ka weyn oo kale marka abaayo familkaas miyaa shaqo darteed u xumeeya mise saabirin dartiisa maya abaayo aniga qofna xumeeya kuma dihin waan ogahay inaad qof aad u qalbi fiican tahay oo aad u wanaagsan balse abaayo adi waxaad u baahan tahay nolol waayo qof waxbaratay ayaa tahay qof waxbaratay inay guri joogtana ma anfacaysa abaayo balse abaayo waxaan kugula talinayaa inaad shaqadaa ogolaato familkaas inaad ixtiraam u haysano wax khaldan maaha muhiimna maaha familkaas inaad dhibaateyso cid kugu qasbi kartana ma jiraan abaaya haddii shaqada wax khaldan aad ka dareentid waa iska joojin kartaa anaa kaa ballan qaaday cabdullaahi aniga wax walbaan ka dhargsanaa ganacsatayaasha magaalada muqdishoni inay isjeclaan aniga waan ogahay horna waxaa loo yidhi aana gaday sideed isin jeclo laakiin mid xasuusnaaw waa inuu muhiim shirkan inuu qabsano haddii aana nahnay kambaniga business connect sababtoo ah annaga shaqadeenna waxay tahay inaan isku xirino ganacsatayaasha si aan u abuurno ganacsi qurux badan sidaa darteed aniga waxaan u baahanahay shirkaas inaad timaado wax buuq iyo kheyraan inay ka dhacaan ma doonaayo waa difaanta umalaynaa adiga hal mid ayaa ku saxsan tahay taasoo ah ganacsatada inay sis jeclaan balse hal mid aan kugu darsado taasoo anigaan ahayn inaan dadka dhibaateeyo ilaa aniga teeda la soo faragista ma ahan wixii shirkaas ku saabsan mas-uuliyaddiisa anigaa qaaday waxaana ballan kaa qaadaya meeshaas inaysan wax cilada ka dhicin qof sharaftiisana in lagu gafo ma dhici doonto aniga ma ahay nin sharaftiisa cidna uga baqaayo ama ay qof wax ka bedeli karto ka gudub mudan cabdisalaan aniga waxaan ahay nin ganacsigiisa raba inuu isbeddel ku sameeyo taasna run ahaanta adigaa garab igu siini karo aad ayaan kuu fahmay laakiin waxaan rabaa si gaar inaan wada hadalnaa aniga cabdullaahi briyan waxay soo gaartay akhbaartaasoo ah in aad aad u daneynayso saabir xaaskiisa hore mar wasiham in aad kambaniga aad ku soo darto maxaa ka jira arrintaas idhegeysa cabdullaahi mid ayaan kuu sheegayaa middaas waxay tahay naag sideedaba ninka nolosha marka hore la wadaago ayay xaggiisa tahay middaas maan kaaga gelin okay ka gudub laakiin mid ayaan kuu sheegayaa middaas waxay tahay haddii labadooda ay dib u heshiiyaan ka war heshiiskoodana mar ay sirtaada oo ganacsiga oo dhan ay gacanta ku hayaan haddii noqoto ka war waak waa maxamed maxamed axmed rahm waana walaalkay aniga iga yar waana dhiiggeyga what is going on tani ma ahan su-aashaan ku weydiiyey jawaabteeda walaal ninkaa wax walba fahansii walaal gabadhaas xuntaa safarkeedii xalay iyo way bilowday
تقرها لنا غولان معكلي يا مش كفتاجي مش أنا واعد له قفض مرة نواتها فلي بوحيل دمبو والله لو حاوي كو أنا أرمش شقك كود هاليني أنا كو صوت ضاهي بحجاج مش أنا أتقنا وما سنت أدو أسكب حكرتا محمد ما قعي هو محمد أنا جو حنا هاي معلن جا معد مغدش واحد كده وأنا كنت تخصصي بي آر أنا جو حتى هذا وحنا كو صوت ضاهي أرتاي أنا حسد جارس هنا عيار ده أدو عيار ده وقاعد ما عيار ترى هلاو اسمك المجرى محا كل جا فكرة ما ولا السوري أن وحنا كفكرة كل يا لبعت ماشاء وتعاك أنت هاي مركب ملا هذا ما دام أنا يقف مسؤول هاي دي ملا هذا أنا حافظ كسجينة سوكر كاري وكبريا هكفكرة أنا كوحنا أقف مسؤول فضلا مكان